هناخد بقى الايه الكرونيك ماستايتس. احنا خدنا الاكيوت الاكيوت ماستايتس، ناخد بقى الكرونيك ماستايتس. سهله خالص، في حاجه اسمها كرونيك نون سبيسيفيك اسمها البايوجينيك بريست ابسس، هقول لك ليه بايوجينيك دلوقتي، وحاجه اسمها التي بي سميناها نون سبيسيفيك ليه؟ لان هي مش مخصصه ببكتيريا معينه، هي كانت اكيوت وتحولت لكرونيك. طب الاكيوت منها كان بيسببها ايه؟ فاكر الاستاف والستريب، فهي نون سبيسيفيك، فعشان كده سميناها كرونيك نون سبيسيفيك او بايوجينيك بريست ابس. بايوجينيك ديت يعني عشان هتلاقي الجدار بتاع البص يحتوي على بكتيريا فسميناها البايوجينيك بريست ابس، هقولها لك دلوقتي ماشي. يلا سم الله كده، بسم الله. اول حاجه ايه هو الايتيولوجي بتاع الكرونيك نون سبيسيفيك ماستايتس؟ اول حاجه هو كان اكيوت، حصل له ايه؟ حصل له اما حاجه من الثلاثه. اول حاجه امبروبر تريتمنت باي الانتيبيوتيك، هيعمل حاجه اسمها الانتيبيوما. حلو بقى، تعالى احكي لك قصه الانتيبيوما بقى ماشي. ماشي، بص يا عم، ادي هنا الابسس اهوت او البص، حلو البص لونه ازرق وكان لوحده اهوت وموجود وعامل 100 100. دلوقتي انا رحت جاي مد انتيبيوتيك، جيت اديت انتيبيوتيك، الانتيبيوتيك هيروح جاي مكسر البكتيريا صح؟ الانتيبيوتيك هيروح مكسر البكتيريا، تكسير البكتيريا ديت هيترسب على جنب الابسس، هيعمل الخط الازرق ده تكسير البكتيريا ماشي، ويعمل انفلاميشن. ما الانتيبيوتيك هيروح يضرب البكتيريا، يضرب البكتيريا يعمل انفلاميشن، البكتيريا بقى وشويه الانفلاميشن هتترسب حوالين البص كده وتعمل حاجه اسمها الجرانيولوشن تيشو اركن. حلو حلو، لما الكرون الانفلاميشن ده حصل كرونيك انفلاميشن هيهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. فالجرانيولوشن تيشو ديت بعدها هتكون حاجه طبقه من الفايبروزس، فايبروس تيشو يعني. بس يلا الانتيبيوتيك جه كسر البكتيريا اللي موجوده في البص ماشي. طب انا مش ما عالجتش ليه؟ هقول لك يا ابني ان البص اصلا ملوش تصريف، هيتصرف فين؟ انت كسرته في حاجه في كافيتي ماشي، البص ده مين اللي هياخده اصلا؟ هيروح الدم؟ لا، هيعمل سبتسيمي، هيطلع فين؟ مش هيطلع. طالما في بص لازم تفتحها على طول، ابسس انت بتبقى عارف اصلا في خراج طالع، مش حتى لو خدت انتيبيوتيك الخراج اللي هو بيبقى لونه ابيض كده طالع لك على الجلد، بتفتح البتاع وتفوق خلاص، انما ما ينفعش تديله انتيبيوتيك تمام. لو انت بقى اديت له انتيبيوتيك البص ده هو هيروح يقتل لك البكتيريا، هيبقى حاجه اسمها سترايل بص ماشي، يعني ما فيهوش بكتيريا. البكتيريا والانتيبيوتيك هيعملوا خناقه، هيعمل انفلاميشن، الانفلاميشن البكتيريا هتيجي تترسب حوالين البص هنا، هتعمل حاجه اسمها الجرانيوليشن تيشو. الجرانيوليشن تيشو ديت البكتيريا مع الخناقه بتاع البكتيريا والانتيبيوتيك ماشي، الخناقه ديت هتصفصف على انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن هيكون جرانيوليشن تيشو. حلو، الجرانيوليشن تيشو ديت عشان هو كرونيك انفلاميشن هيهيل باي فايبروز، فيعمل طبقه من الفايبروزس حواليه، يبقى كده في بص حوالينه طبقه من حوالينه طبقه من الجرانيوليشن تيشو اللي هي البكتيريا والكرونيك انفلاميشن، حواليه طبقه من الفايبروزس تمام. تمام، دي حوار حاجه اسمها الانتيبيوم ماشي. بيقول لك السبب الثاني حاجه نون ديبندنت انسيجن. يعني ايه نون ديبندنت انسيجن؟ يعني مشكله في مثلا انت في العمليه نفسها اللي هي الانسيجن اللي فوق ديت، انت عملتها غلط، اي خطوه من هنا عملتها غلط، النص بتاع البريست الابر فتحته ابر وجيت تشفطه ما شفطتش كله فبقى شويه من الباص. حلو حلو، ثالث حاجه نون بريكنج اوف اول لوكيولاري، مش فاهم هقول لك. فاكر ادي الضغط اهيت، قلت لك ان الضغط اهيت وتتكون من شويه لوكيولاي، ادي اللوكيولاي هي بتبقى عامله كده ماشي، في بص هنا وبص هنا وبص هنا وكده ومتفرحين. حلو، انا قلت لك لازم تشيل الجدران دي كلها، تشيل الجدران دي كلها عشان تطلع الابسس كله ماشي. انت لا، انت شلت الجدار ده والجدار ده وافتكرت بقى ان ده نهايه الابسس، افتكرت اللي نهايه الابسس فسيبت الجدار ده والجدار ده والجدار ده كله لسه البص موجود، فالبص ده هينشف ويعمل كرونيك هيعمل كرونيك نون سبيسيفيك ايه؟ ماستايتس. فهمت؟ يعني اول حاجه امبروبر تريتمنت واللي هي بسبب الانتيبيوتيك، ده اشهر حاجه، نون اندبندنت انسيشن مشكله في الجراحه، نون بريكنج اوف الاول لوكيولاي ماشي. ماشي، بيقول لك ديت نتيجه الاكيوت، ساعات بتحصل لوحدها وتبقى رير اصلا ماشي، بتبقى رير. بيقول لك في توازن، قال لك ده جمله كده بيقول لك في توازن ما بين الهوست ريزيستنت ما بين المناعه والانفكشن، في اتزان ما بينه ماشي، مش عارف الجمله دي ايه.
بيقول لك كمان بتحصل على سبيسيفيك ليجن، يعني لو في تيومر مثلا او في سيس ممكن الكرونيك انفلاميشن دي تحصل على الطب بتاع الليجن دي. تمام. بيقول لك بتحصل نتيجه بلاد سبريد عادي يعني، ماشي. فهي اهم حاجه هي كانت اكيوت قلبت الكرونيك، ودي اشهر حاجه ودي اللي الكتاب هيشرحها ان شاء الله، ماشي. الباثولوجي هلاقي لارج ولاقي سمول مالتي لوكيوليتد ابسس. امتى لاقيها لارج وامتى لاقيها سمول وليه بلاقيها مالتي لوكيوليتد؟ هقول لك دلوقتي. يلا يا عم تعال، ادي الضغط، قلنا اللوكيوليتد قال الليكيول، ماشي. اهو انا قلت لك بنشيل مثلا بتاع 2 ونسيب 3، 1 2 3 مثلا، ماشي. فهم بيبقى مالتابل، ادي 1 سبت ده، 2 سبت 3 وسبت الليكيول ده كام؟ بقى 4، بقت اسمها مالتي لوكيوليتد ابسس. حلو. لو هي كانت في الحاله الاكيوت كانت لارج، فهتبقى في الحاله الكرونيك هتبقى لارج، ماشي. لو هي في الحاله الاكيوت كانت سمول، هتبقى في الحاله الكرونيك تبقى سمول بس. يعني يبقى لارج او سمول مالتي لوكيوليتد ابس، ماشي. بيقول لك ان الباص مي بس رايل. لا انت كده فاهم بقى، تعالى بقى انت فاهم بقى السطرين دول. بيقول لك ان الباص اهو مي بس رايل، ليه؟ لان ان انا اديته انتي بايوتيك كسرت البكتيريا، فالباص دلوقتي هيبقى سترايل. وذ اورجانيزم اهي ريسيدنج ريسيدنج ذا وول اوف ذا ابس، هتترسب على الوول بتاع الابس. اهو قلت لك الابسس هنا، هيجي البكتيريا هتترسب هنا، والكرونيك انفلاميشن هيعمل حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو، والجرانيوليشن تيشو هيهيب بال فايبروس. هي السطر الجاي الابسس اهو، الابسس وول، فين الوول؟ ادي وول وادي الوول الثاني، بيتكون من ايه؟ اي فايبروس تيشو اللي هو لون. ادي الوول ده، خلصنا الوول ده، تعالى نتكلم على الوول اللي جوه. لايند اند از لايند ويز ايه بقى؟ بايوجينيك ممبرين ويز ايه زون اوف الكرونيك انفلاميشن. انت بقى فهمت الجرانيوليشن تيشو جايه منين؟ من البكتيريا، فعشان كده سميناها بايوجينيك ممبرين، اللي هي فيها بكتيريا، ممبرين في بكتيريا يعني، عشان كده سميناها ايه؟ بايوجينيك بريست ابسس. تمام. ويز كرونيك انفلاميشن، الاثنين دول اتجمعوا مع بعض عملوا الخط الازرق اللي هو الجرانيوليشن تيشو. تمام. بيقول لك بقى الكلينيكال بتاعتها ما فيهاش حاجه، الكلينيكال بتاعتها بتبقى فيري مايلد. ليه؟ عشان ده كرونيك، مرض كرونيك. قلت لك هشبهها لك بالدايابيتس، اي حاجه كرون شبهها بالدايابيتس. هو انت بت... انت 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 لو عندك سكر مثلا، انت بتعاني من كل يوم من السكر؟ لا، بتعاني بس امتى؟ لما يحصل اكيوت، اللي هو ايه؟ لما يحصل كوما ولا حاجه، بيكوم ايفيدنت ديورنج اكيوت ايه؟ اكيوت اكس ايه؟ اكسربيشن. بس يا عم الماس بتبقى هارد، واقول لك هارد ليه دلوقتي؟ وبيلس ماشي، وايه الديفايند؟ حلو. بتبقى هارد ليه؟ ايه يا عم ده محاوطه بفايبرس تيشو، فاكيد هتبقى هارد، ماشي. بيلس ليه؟ عشان ده مارك كرونيك، فاهم؟ مارك كرونيك خلاص بقى انا اتعودت عليه. تمام. تبقى ايه الديفايند؟ وبتقول لك بيمسك في السكن، بيعمل نيبل ريتراكشن، بيمسك في السكن ويعمل ايه؟ نيبل ريتراكشن، ماشي. فاحفظ الحاجات دي، نيبل ريتراكشن. وعشان كده قلت لك انا النيبل ديستشارج والنيبل ريتراكشن هناخدها في الاخر بعد ما تفهم الحاجات دي، حتى انت لو قريتها لوحدك هتفهمها بقى بعد الايه المواضيع دي، ماشي. بتبقى ايه الديفايند؟ الايه الديفايند؟ ساعات بتطلع من الكبسول اللي فيها ديت وبتبقى ايه الديفايند، ماشي. هي وين انكابسوليتد ويزن اسيك وول اوف الفايبرس تيشو، ذا كونديشن كان نوت بي ديستنجوش فروم ذا كارسينوم. حلو. يعني لو هي انكابسيوليتد حواليها سيك وول اللي هو الفايبرس تيشو، دلوقتي الكارسينوم، الكارسينوما لو شفتها هتلاقيها هارد برضو. طب ماشي. وهي بيقول لك ان الباص لو اتحاوط بالسيك وول بتاع الفايبرس تيشو ديت، انا مش هعرف اميزه من الكارسينوما. ليه؟ لان هما الاثنين هارد. ايه اللي عمل الهارد بتاع الكارسينوما؟ هنعرف ايه اللي عمل الهارد بتاع ديت؟ الفايبرس تيشو. وليه قال لك انكابسيوليتد؟ انت عارف لو هو مش انكابسيوليتد ما كانش هيبقى فيه هو مين اللي عامل له الكبسول؟ الفايبروزس اللي عامل الكبسول، مش الكبسول ده اللي هو اللون الاحمر، هو مين اللي عامله؟ الفايبروزس. عشان كده قال لك انكابسيوليت، عشان هو لو مش كابسيوليتد مش هيبقى فيه فايبرس. تاني حاجه اصلا هيبقى بص عادي وهيبقى سيست، فاهم؟ عرفت ليه كلمه انكابسيوليتد؟ ماشي. الاكزيلاري لينف نود طبعا اللارج اند تندر. ليه؟ في باص، الباص هيروح عن طريق اللينف نود ويعمل اللارج اند تندر. الانفستيجيشن عامل اسبيريشن ليه؟ عشان اشيل الباص. ليه؟ الاسبيريشن ده قلنا لك في العلاج بتاع الاكيوت، اسبيريشن زائد انتيبيوتيك، ماشي. انا اديته الانتيبيوتيك بقى، اعمل له اسبيريشن عشان اشيل الايه؟ الباص ده. بيقول لك الالترا ساوند برضه عشان اشيل الكافيت. اي بص، اي انفستيجيشن الترا ساوند واكسجين بايوبس عشان ايه؟ اشوف يعني هو عشان هو ده داوت فول الكيزز يعني اللي هو بيتعارض مع المالجنانسي. حلو. التريتمنت طبعا اكسجين، شيلها على طول، ماشي، عشان هو يتعارض مع المالجنانسي شيله على طول. تمام. تاني حاجه التي بي،
ناخد بقى الكرونيك سبيسيفيك بريست ابسس. ليه قلنا سبيسيفيك؟ عشان هيبص جنبها بيقول لك تيوبيركيولوزيس، عشان هي مين اللي بيعملها؟ التي بي، فسبيسيفيك للتي بي. تمام. الروت بتاع الانفكشن طبعا التي بي ساعات بيتنقل دايركت وليمفاتيك وبلاد. الدايركت عن طريق الريب او عن طريق البلور، هيخش طبعا الحاجات دي اللي بتحوض الشيست، فبيخش ايه للبريست يعني عن طريق الحاجات دي، حاجه اسمها الامبايما نيسيسانت. ماشي، احفظها كده وخلاص. الدايركت دي مش مهمه اصلا يعني، مش كتير يعني، التي بي ما بتخشش دايركت اصلا. ليمفاتيك من الاكزيلري طبعا، او مينديوستاينال او سيرفايكال. الليمف نود يعني اللي جنب البريست. البلاد بيبقى بيقول لك بيبقى ريال مالتابل فوكاي، شويه ايه لو في شويه فوكاي كده يعني تعوير موجوده في البريست، على البريست ممكن يدخل عن طريق الايه البلاد، وده رير يعني. ماشي. الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعتها بيقول لك ايه بقى؟ مالتابل كرونيك ابسس. ماشي. وبيقول لك فيه بيبقى فيه ساينس. الساينس ديت ساعات بتبقى الساينس بتبقى فاتحه، حاجه فاتحه في على السكن، بيقول لك بتبقى لونها ازرق. ايه الحكايه دي بقى؟ اهي يا عم، مش هي اول حاجه، مش هي كرونيك انفلاميشن تي بي دي بتعمل كرونيك انفلاميشن، يبقى هلاقي كرونيك ابسس وكتير ولا صغير؟ لا كتير، بتعمل مالتابل كرونيك ابسس، يعني شويه ابسس كده مالتابل بقى اهو، مالتابل ايه كرونيك ابسس. ماشي. بيعملوا ساينس فاتحين على الجلد، فاتحين على الجلد بحاجه لونها بلوش. ماشي. الساينس ده بيبقى فيه دم. ماشي. الدم ده بيقول لك بيبقى بلوش، السكين بيبان بلوش. ليه؟ هقول لك، انت عارف لما تخبط ايدك، لما ايدك تتخبط كده، اول ما تتخبط بعدها بفتره كده هتلاقي ايدك لونها زرقت. هي دي الحوار، ان الكرونيك عشان هو كرونيك فالدم متراكم بقاله كتير فعمل بلوش ايه كراريشن في السكين. والساينس ده طبعا هو اللي بيفتح عامل ماسك الابسس بالسكين. تمام. وبيحصل كمان الساين اوف او اور التي بي توكسيميا. ايه بقى الساين؟ هو ما قالهاش كتاب، بس هي ايه التي بي طبعا اول ما تخش الجسم هتعمل تي بي توكسيميا، اللي هي بقى نايت فيفر، نايت سويتنج، لوس اوف الابيتايت، لوس اوف الايه اوف الويت. دولت الاربعه حاجه اسمها التي بي توكسيميا. نايت سويتنج، نايت فيفر، بالليل هيجي له سويتنج وفيفر، وهيجي له لوس اوف الابيتايت ولوس اوف الويت. حلو حلو. والانلارج الليمف نود طبعا عشان ده ابسس، الابسس هيروح للليمف نود. ماشي. ويعمل لها اللارج مي بي كازيشن، ديت هنشرحها دلوقتي. ماشي. الكلام ده هوكس، اهم حاجه دي. ساعات بتعمل حاجه اسمها كازيشن فورم، ساعات بتعمل حاجه اسمها سكليروزنج فورم، وساعات بتعمل حاجه اسمها الفايبرو كازيشن فورم. ايه الحكايه بقى؟ بص يا عم، ان التي بي اول ما تخش جسمك يروح جهاز المناعه، ايه لا التي بي في جسمك، يقوم الماكروفاج. الماكروفاج يعمل ايه؟ يروح جاي باعت ليها النيتروفيل، باعت لها نائب الوزير. ماشي. ليه الماكروفاج بيقول لك ايه؟ لا يا عم ده مرض خفيفي كده، انا هعرف ايه هتغلب عليه، فانا مش لازم انا اللي اقوم اكسره، لا ده انا هبعت ايه النايب بتاعي اللي هو النيتروفيل. هوبا مره واحده يلاقي النايب بتاعه اتضرب، التي بي ضربته. يوم لا قال لك لا انا هروح الماكروفاج هتروح تضرب التي بي ديت، وهي بتضرب التي بي تروح جايه بعت اشاره للتليموسايت بتقول لها تعالي ده النايب بتاع الضرب، وفي شكلنا داخلين على ايه على مرض خطير. فتقوم التليموسايت مديه للماكروفاج فري راديكال ده هو اللي بيكسر البكتيريا. فالماكروفاج بقى هتاخد السلاح ده اللي هو الفري راديكال وتروح للتي بي، ويحصل هنا المعركه. المعركه الايه؟ ان الماكروفاج معاها الاكسجين فري راديكال وقصادها التي بي، البكتيريا اللي هي التي بي، وهيحصل معركه ما بين مين؟ ما بين حاجه اسمها الريزيستنت اللي هو انا اللي هي مناعتي، والفيرولانس اللي هو البكتيريا. ماشي. لو البكتيريا قويه اهي، اقرا اول حاجه بقول لك اف ريزيستنت از لو، لو مناعتك قليله، او الفيرولانس از هاي، مين اللي هيكسب؟ اللي هيكسب كده الفيرولانس اللي هو التي بي، هيكسب المعركه دي، هيكسب الماكروفاج. لما يكسب الماكروفاج هيعمل كازيشن. انت عارف ان التي بي كده كده بتعمل حاجه اسمها كازيشن. ماشي. بتعمل نديول، بتبقى كازيشن نديول، اهم حاجه الكلمه دي كازيشن. كازيشن هتحول لكولد ايه ابسس. ماشي. والابسس ده ساعات بيمسك في السكن ويعمل ساينس. ماشي. يبقى الكازيشن ده عامل زي ايه؟ عامل زي الجبنه كده، حاجه عامله زي الجبنه وكولد،
ماشي، هيكون حاجه اسمها الكولد ابسس. حلو، يبقى كازيشن اند كولد ابس عملته ازاي؟ لا ده التيبي هي بتعمل كده، اول ما تخش الجسم بتعمل كازيشن اند كولد ابس، التيبي بتعمل كده على طول. ماشي، حاجه اسمها ده اسمها كازيشن فورم. طب سكليروزنج فورم؟ لا ده الماكروفاج دلوقتي قويه وقدرت تستخدم السلاح اللي هي البندقيه بتاعتها اللي هي الفري راديكال وتكسر التي بي، يبقى كده الريزيستنت بتاعك هاي والفيرلنس ايه لو، يبقى التي بي ايه اتضربت كده. فيعمل ايه الجو بقى؟ هيحصل المعركه ديت هتهيل باي فايبروزس. هتهيل باي ايه؟ فايبروز. هتكون حاجه اسمها هتهيل باي ايه؟ فايبروزس. بيقول لك الدنس فايبروز ماس ديت بيشد النبل، انت عارف ان الدنس فايبروز هيروح يقف على اللاكتيف الرصدك ويشدها، يروح جاي عامل ريتراكتد للنبل. ماشي، وممكن يلزق في السكين يعمل باكرت. حلو، ده كله هيشككك اللي هو كارسينوم. ما انت عارف اي فايبروز، اي هارد ماس، ريتراكتد نيبل، بكرد في السكين، فكده انت هتشك اللي هو ايه؟ كارسينوما. تمام تمام اي حاجه بقى. طب لو طلعوا متعادلين؟ لا الاثنين متعادلين خلاص، المتعادلين هيكونوا حاجه اسمها الفايبروكازيش، يعني ممكن شويه من البكتيريا يضربهم ويهيل باي فايبروزس، وشويه من البكتيريا هيروح يعملوا كازيش، يعني يبقى فايبروكازيش. انفستيجيشن طبعا طبعا طبعا، بكتيريولوجيكال اند هيستولوجيكال اكزامينشن. ليه؟ عشان ده بكتيريا تي بي، هعمل لها بكتيريولوجيكال اكزامينشن. ماشي، التريتمنت عشان تخلص اند تي بي، بس اند تي بي اللي هو عصام بتول والحاجات دي كلها، انت تي بي ايه؟ كيمو سيرابي. ولو لقيت كولد ابسس ممكن تعمل ابسس تعمل لها اسبيريشن ومش مهم اصلا. لا تاني حاجه، اما تحقنها بانتي تي بي دراج. ماشي، لقيت فيها نديول طبعا النديول بتشيلها. ماشي، لقيت بريزيستنت انفكشن. يعني ايه بريزيستنت انفكشن؟ يعني انفكشن مش راضي ايه؟ مش راضي يعني مش راضي بريزيستنت، يعني سابق كده مش راضي ايه؟ يخف. هتعمل له سيمبل ماستكتومي، هتشيل الحته ديت بس وتعمل انتي تبي دراج بس. هي يعني اي حاجه علاج في التبي انتي تبي دراج وخلاص، كل دابس انتي تبي دراج بس. ايه انجكشن؟ لقيت انفكشن بريزيستنت سيمبل ماستكتومي اند انتي بي تدراج بس. اهم حاجه لو لقيت نديول اعملها ايه؟ اكسيشن. كده احنا خلصنا الكرونيك ايه؟ كرونيك ماستايتس. تعال نخش بقى في الفايبروسيتيك ديزيز. بص بقى الدرس ده مهم قوي، حاجه اسمها الابريجن اوف النورمال ديفلوبمنت اند الانفوليوشن اند انفوليوشن. حلو، يعني ايه ترجمه الجمله دي؟ بيقول لك زياده في الديفلوبمنت بتاع النورمال بريست، ومره واحده يحصل له انفوليوشن، يعني ينقص تاني، يعني زياده ونقصان زياده ونقصان. سميناه حاجه اسمها الفايبروسيستيك ديزيز، وهنعرف دلوقتي هو ليه فايبرو وليه سيستيك. بيسمى الاسم الثاني سيستيك ماستوباثي، هنقول دلوقتي هو ليه اتسمى سيستيك ماستوباثي. فايبرو ادينوزيس، فايبرو ادينوزيس هقول لك ليه اتسمى فايبرو ادينوزيس دلوقتي، دي تسميات ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. اهم حاجه اللي انت عارف ان البريست طالما بيقول لك ابريجن اوف النورمال، يعني النورمال بريست هيحصل له ديفلوبمنت مره وينخفض مره، يزيد وينخفض، فممكن نسميها حاجه اسمها سايكليك، سايكليك فايبرو ادينوم، يعني بيحصل ايه؟ بسايكليك. ماشي، وديت بتيجي مع البريوب بقى. ركز بقى، بيقول لك ان البريست مشكل، يعني الفايبرو ادينوز ديت البريست هو اول ما يجي عليه مستقبلات استروجين، اول ما يجي عليه مستقبلات الاستروجين. ماشي، ده يعني انت ما اعرفش هو ليه حصل اصلا، يعني هو بيقول ان في مستقبلات الاستروجين، اول ما يجي عليها الاستروجين يعمل الحوار ده. عشان كده هو لما لقوه كتير في الستات فقالوا ان ده اصلا مرض طبيعي، بقى مرض طبيعي خلاص، اي ست اصلا بيجي لها المرض ده، يعني اكتر من 50% من الستات اصلا بيجي لها المرض ده، فايبروسيستيك ديزيز ده. ماشي، ليه؟ عشان ده بيحصل مع الفسيولوجيكال بتاع المنستريشن. ماشي، ان البريست بيبقى عليه استروجين ريسبتور، واول ما الاستروجين ريسبتور يتمسك في الاستروجين هيعمل بقى الايه؟ كلينيكال بيكتشر اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. ماشي ماشي، ايه الكلينيكال بيكتشر؟ اول حاجه الاستروجين هيجي يقعد على الريسبتور، فاول حاجه بقى طبعا البريست النورمال بريست، خدنا كات سيكشن في النورمال، حاجه تحتوي على اصناي طبعا، وادي الضغط اهي، يبقى تحتوي البريست طبعا يحتوي على اصناي، ده الاصناي اهي مثلا، وادي الضغط، وطبعا تحتوي على كونكتيف تيشو او فايبرس تيشو. ماشي، طبعا انت عارف اي جلاند تحتوي على ايه؟ ايبيثيليا زائد كونكتيف تيشو، تحتها الكونكتيف تيشو والايبيثيليا اللي هو الاصناي والضغط، والكونكتيف تيشو اللي هيحوط ده كله، هيحوط اصناي وضغط. تمام، يعني دي كونكتيف تيشو ودي مثلا اصناي ودي ضغط. ماشي ماشي،
يقول لك ان اول ما الاستروجين يقعد على الريسبتور هيروح جاي عامل حاجه، هيكبر هيزود عدد الاصناي، يعني ما دام واحده اصناي لا هيبقى هتبقى اربعه مثلا او ثلاثه، هيزود عدد الاسيناي، ودي هنسميها ادينوزيس. ادينوزيس يعني زياده في النمبر بتاع الاسيناي، بقى اسيناي بقى ادينوزيس. حلو حلو. واول ما يقعد على الريسبتور هيروح جاي عامل ايه في الضغط؟ الضغط ديت تحتوي على ابيسيليا، ماشي، هيعمل ابيسيليال هايبر بليزيا، هيكبر ابيسيليا، يعني مثلا الابيسيليال في الضغط هنا هيكبرها كده، هيكبر الابيسيليال بتاعتها والضغط تكون ضيقه، ماشي، ركز، هتبقى الحاجه اسمها ابيسيليوزيس، يبقى ابيسيليوزيس يبقى حصل حاجه في الابيسيليا، ماشي. ادينوز يبقى حاجه في الاسيناي، ماشي. هيعمل حاجه في الكونكتيف تيشو، طبعا هيزود، هيعمل حاجه اسمها بروليفريشن اوف الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده اللي هو الاستروما، هيعمل حاجه اسمها استرومال بروليفريشن، حاجه اسمها الفايبروزيس. ليه فايبروزيس؟ عشان الكونكتيف تيشو يتكون من فايبروس تيشو. يبقى عمل ثلاث حاجات، فايبروزيس، ادينوزيس، ابيثيليوزيس. فايبروزيس يبقى في الفايبروس تيشو اللي هو الكونكتيف تيشو، يبقى استرومال بروليفريشن. ادينوزيس يبقى اسيناي، هيزود النمبر بتاع الاصناف. ايبيثيليوزيس يبقى الايبيثيليال، يبقى ايبيثيليال هايبربليزيا، ماشي. بيقول لك حصل بقى كمان حاجه اسمها السيست فورميشن. حصلت ازاي بقى؟ هقول لك. مش الاصناي، الاصناي البريست بتتكون من اصناي وضغط، اصناي وضغط، بس هنا هنا بعدين عن بعض، عشان انا خدت في قط، عشان انا عملت قط سيكشن. هقول لك هفهمك قط سيكشن ده انا خدته ازاي. مثلا البريس هو يحتوي على اصناي، هو وادي الضغط، ماشي، دي الاصناي، دي الاصناي هيت وادي الضغط، ماشي، وادي في مثلا اصناي تانية هيت وادي ضغط. حلو. انا رحت جاي واخد قط سيكشن كده وبصيت من هنا، هلاقي الاصناي هنا والضغط اهي، فاهم؟ ادي الاصناي اهي والضغط كده، بس هما بيبقوا متربطين ببعض يعني، بس انا واخد ايه دي على حسب القط سيكشن بس اللي انا واخده. حلو. ادي الاصناي وادي الضغط. قلنا الضغط بيعمل هايبربليزيا، ابيثيليال هايبربليزيا، فالابيثيليال هيكبر 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 ويسد الضغط، الضغط، ماشي. والاصناي طبعا هتزيد في العدد، مش عايزينها دلوقتي، هيسد الضغط. واول ما يسد الضغط كده هيكون حاجه اسمها، هيكون لك سيست اهو، كيس اهو، هيكون سيست. حلو. السيست بقى ده جواه ايه؟ بيقول لك جواه فلويد. يبقى انت كده عرفت خلاص السيست جه منين. جه ان مع الابيثيليوزيس عمل قفل في الضغط، لما يقفل في الضغط هيسد، هيسد الحته ديت ويكون حاجه اسمها سيست، ماشي. السيست ده يحتوي على ايه؟ يحتوي على فلويد، يحتوي على ميه، كلير فلويد. طب ازاي بقى كلير فلويد مش ملك؟ اول حاجه مش ملك الاول كده، عشان هي مش لاكتيشن ولا برجنانس، ابعد. طالما واحده جالها الدوره هتبقى لاكتيشن ازاي وبرجنانس ازاي؟ كده خلاص انت اقتنعت ان هي مش ملك. فلويد ليه؟ هقول لك، لان دي خلايا البريس دي خلايا اللي هي خلايا الجسم العاديه، خلايا الجسم العاديه اللي هي لا تحتوي على ميه عادي، تحتوي على فلويد. 55% اصلا من وزن الفيميل بتبقى تحتوي على ميه، ماشي، فاكيد البريس يحتوي على ميه. فانت لما تسد لي اصلا الضغط ده، اوعى تفكر ان السيست والضغط ده بيبقوا فارغين، لا بيحتوي على فلويد، يعني بيحتوي على ميه. طب لما تسد هيحتبس جواه ميه، ماشي، كلير فلويد، تمام. هي ديت الميكانيزم بتاعتها. يبقى الديفينيشن اهوت، حصل ابيسيليوزيس، ادينوزيس، فايبروزيس، اند سيست فورميشن، تمام. كمل معايا. السبب انا قلت لك ان السبب نتيجه زياده بعض الهرمونات. في ناس قال لك ان بزياده الاستروجين، وفي ناس بتقول لك ان الابيسيليال والاستروما ده كلها بتتعرض لفرايتي، فرايتي بتاع الايه؟ الهرمونات، ماشي. يعني بيقول لك من ضمنهم الاستروجين برضه، فهو علو الاستروجين، او في ناس بتقول لك علو البرولاكتين كمان، يعني منها الاستروجين ومنها البرولاكتين، عشان هنفهمها تحت لما نيجي في العلاج. هتلاقي العلاج مديلك انت برولاكتين، طب انت هتقول لي انت برولاكتين ازاي؟ هتلاقي العلاج مكتوب انتي استروجين وانتي برولاكتين، فاهم؟ انتي الاستروجين انت هتكون بالح، انما انتي برولاكتين مش هتبالح. لازم اقولها لك دلوقتي ان ساعات برضه لما البرولاكتين يعلى، في بعض النظريات بيقولوا ان البرولاكتين لما يعلى بيعمل المرض ده، تمام؟ ركز بقى معايا. بيقول لك اول حاجه هو كرونيك انفلاميشن. ليه؟ بيجي مع التتابع، كل دوره كل 28 كل 28 فيه فهيعمل كرونيك انفلاميشن. انترستيشال ماستايتس. ليه بيأثر ما بين الانترستيشال اللي هو الكونكتيف تيشو ده ما بين السل وبعضها، ماشي. حلو حلو. ريزلت فروم اريتيشن، بيقول لك جاي نتيجه الاريتيشن.
طب فين الاريتيشن اللي حصل دلوقتي؟ انا لغايه دلوقتي ما شفتش اريتيشن. هقول لك حاجه اسمها الكيميكال اريتيشن، برضه انا مش فاهم. كيميكال اريتيشن ديت اللي هو الاستروجين. الاستروجين دي مش ماده كيميائيه، مش هرمون، دي مش الهرمون ده اسمه ماده كيميائيه. حلو، ماده كيميائيه دي لما تقعد في الريسبتور هتعمل الحاجات دي. قال لك بقى التغيرات دي اسمها الاريتيشن، بسبب ان الاستروجين قاعد على الريسبتور عمل حاجات، التغيرات دي سميناها الاريتيشن بسبب الكيميكال اريتيشن. حلو حلو، هيقول لك بقى بيعمل استاجننت سكريشن، هيزود هيزود الجلاندات يعني، اور اب نورمال انفليوشن ات المنوبوس. ماشي، ايه بقى اللي خلى الناس دي تعتقد ان زياده الاستروجين بتعمل كده؟ اهي اقرا السطر ده، بيقول لك اب نورمال انفليوشن ات المنوبوس. هتلاقي مره واحده ان السيست ديت والجلاندات دي كلها والفايبروز والادينوز والابيسيليوز دي كلها مره واحده اختفت ات المنوبوس. ايه السبب؟ ايه ان البونوبوز بيختفي فيه الاستروجين، ولما قلت هيقل بس يعني. ماشي، الفايبروسيستك برضه راجعه اكسسيف في الاستروجين على البروجسترون والتستوستيرون، او اكسترا اكستاجريتد ريسبونس اوف البريستوستيروم والابسيميا تو فاريتي اوف السكريشن قال لوكال بروديوس هرمون. ما فيش اي حاجه برضه. ماشي، زود جنب الاستروجين والبرولاكتين كمان. ماشي، هنشوف بقى الجروس والايه والهيستولوجيكال باثولوجي بتاعتها. الجروس هشوفها ازاي؟ اول حاجه بتبقى سيكند وطف ورابري. ليه بتبقى خشنه ورابري وسكن؟ بالراحه، مش احنا قلنا بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تعمل في الانترستيشال تيشو ديت اللي هي الفايبرس تيشو، تعمل لها بتزود يعني بتشدها بتمطها. ماشي، الفايبرس تيشو هقول لك ازاي. بص، الكونكتيف تيشو ده اصلا في النورمال بيبقى عامل زي الاستيك. الاستيك انت عارف الاستيك لما تمطه يرجع تاني، تمطه يرجع تاني، بيبقى الاستيك. ماشي، الكونكتيف تيشو ده بيبقى الاستيك. ماشي، الحته دي بتعمل حاجه اسمها الفايبروزس، بتيجي تنشفه، بيبقى عامل زي الكولاجين، يعني بيبقى عامل زي الحاجه البلاستيك كده، اللي هو ايه، هات مثلا جلده بلاستيك كده وشدها مش هتتمط معاه. ماشي، فهي الكونكتيف تيشو بيضخم وبيبقى رابري، بيبقى عامل زي المطاط. ماشي، عشان اتحط عليه كولاجين. ماشي، يبقى سيكنج اند طف وخشن طبعا ورابري. ماشي، القط سيكشن القط سيرف القط سيرفيس بتاعها بيبقى وايت ويلو، لان السيست تحتوي على كلير، لان السيست ديت لو شفناها هتلاقي تحتوي على كلير فلويد، ممكن تبقى وايت ممكن تبقى يلو عاد على حسب اللي جواه. ماشي، مالتابول سيست، ممكن كل ممكن شويه ضغطات تتقفل فتعمل مالتابول سيست. ماشي، وقول لك شويه السيست ديت ساعات بتعمل بابلوم، يعني ايه؟ ادي السيست اهيت، وساعات بيحصل هايبر بليزيا في الابيسيليال وتعمل بابلي. فالبابلي ديت من ضمن الاعراض اللي بيحصل فيها التيومر، برودز، حاجه اسمها البرودز تيومر. ماشي، حلو، عرفنا بقى بيحصل بابيلي ليه؟ عشان الهايبر بليزيا بتاع السيست طبعا. ما هي السيست دي مين اصلا؟ السيست دي اللي كونها ضغط اتقفلت، فهي اصلا هي اصلها ضغط. ماشي، والضغط ده تحتوي على ايبيثيليوم، والايبيثيليوم ده بيحصل له هايبر بليزيا. هايبر بليزيا ساعات بتعمل بابيلي. البابيلي ده انت واخدها في ايام الثيرويد، ساعات بتقلب كارسينوم، وهنا برضه ساعات بيقلب كارسينوم. بس يا عم الهيستولوجي هتشوف ايبيثيليوز ادينوزيس فايبروز وهتلاقي سيست. اما السيست دي بتبقى حاجه اسمها بوز بقى بلو بامبت سيست اوف البلاد جود. انت اول ما تقرا كلمه بلاد جود ديت هتفتكر هتقول لك ايه الدم الجيد. لا، هو مش دم جيد، هو اسم راجل اصلا، ده اسم عالم، هو اللي اكتشف السيست دي، واحد اسمه بلاد جود، ما اسموش دم جيد خالص. ماشي، اسمه بلو بامبت سيست. ليه بلو وليه دامبد؟ واقول لك السيست طبعا عرفت السيست اتكونت ازاي. ليه بلو بقى وليه دامبد؟ بص يا عم، السيست طبعا هي سدت الضغط اهي يا عم، ادي السيست مثلا وادي سدت الضغط، هتجمع فيها فلويد. حلو حلو، الفلويد ده لما اتجمع ساعات بيبقى بلاد وساعات بيبقى فلويد، يعني على حسب الفلويد اللي جوه. لو فيها بلاد، لو البلاد ده اتراكم لجوه هيتحول للون الازرق. هقول لك ازاي، هقول لك اخبط ايدك برضه، اخبط ايدك وسيبها نص ساعه هتلاقي التجمع الدم اتكون، هتلاقي ايدك لونها ازرق. ماشي، وضمبض، يعني ايه ضمبض؟ ضمبض يعني ليها قبه، القبه دي بس اي سيست بيبقى ليها قبه، قبه ادي القبه دي. ماشي، ادي القبه، يبقى بلو عشان الدم الراكد اللي جوه، ضمبض عشان ليها قبه، السيست بيبقى ليها قبه. ماشي، اوف بلاد جود ديت بيبقى اللي هو اسم العالم. ماشي، دي بتبقى سوليتاري سيست زي ما انا وريتها لك، بتبقى سوليتاري سيست لايند باي فلات الابيسيليان اند كونتين كلير فلويد شايننج انسايد. انا مش فاهم بقى الكلام ده بقى، يعني ايه سوليتاري سيست ويعني ايه ماكرو سيست ولاين باي فلاتين ابيثيليال؟ بص، ماكرو سيست ديت يعني سيست كبيره،
حلو. السيست الكبيره دي بيبقى جواها فلويد. طب لما السيست تبقى كبيره وجواها فلويد كتير، الفلويد ده هيضغط على الابيثيليوم هيخليه فلات. بس يا عم زي بتاعت الثايرويد بالظبط، ماكروسيست يعني الفلويد زاد ضغط على الابيثيليال عمل ايه؟ عمل فلات ابيثيليال. ماشي. برودز تيومر، انا قلت لك ان البرودز تيومر ديت جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها البابيل. ماشي. البرودز تيومر دي بتبقى ايه؟ سيست واحده ولا لا مالتيبل؟ لا بتبقى مالتيبل سيست. حاجه اسمها المايكروسيست. طب المايكروسيست دي بيبقى فيها فلويد؟ لا بيبقى فيها فلويد خفافي، فبكده الابيثيليال هيعرف يحصل له جروث ويعمل حاجه اسمها الكولامينر ابيثيليال اللي هو الطبيعي. تمام. الباثولوجيكال تايب ممكن تكون نون بروليفريتيف. من اسمها نون بروليفريتيف يعني ما بتقلبش المالجنانت، وديت المشهور ودي 99% منهم اصلا ما بتقلبش مالجنانت. ليه؟ هقول لك ليه. عشان ديت حاله فيسيولوجيه اصلا. مش معقول ربنا هيعمل لك حاله فيسيولوجيه في الجسم وبعدين تقول لي الحاله الفيسيولوجيه دي تقلب تيومر. عمرها ما تقلب تيومر، 99% اصلا ما تقلبش تيومر. فكر كده، يا حاله فيسيولوجيه، حاله فيسيولوجيه تقلب تيومر؟ لا. وساعات بتبقى بروليفريتيف. بروليفريتيف ديت بتقلب لمالجنانسي، وهو النوع الوحيد اللي بيقلب مالجنانسي لو كون لارج سيست وعمل فيها بابيلي. ماشي. هتبقى اتيبيكال بقى، هتبقى شكل التيومر. قول لي التيومر ايه؟ اتيبيكال وهايبربليزيا اهي، وهيحصل حاجه اسمها سيست فورميشن، لازم يحصل سيست فورميشن عشان يحصل بابيلي. ماشي اهي ترن، ودي بتبقى 1%. حلو. كلينيكال بريزنتيشن، اهم حاجه بقى الست هتجي لك عامله ازاي. هتجي لك بثلاث حاجات، بين سويلنج ديستشارج، بس مش هتجي لك الا بكده. بين بيقول لك البين ده بيبقى بينفول اند تندر تو التاتش. ماشي. بيزيد مع المينستريشن اند الموفمنت اوف ذا ارم. هفهم لك الجمله دي كل الوقت. تعال، البين بيقول لك بيبقى بينفول، ماشي، اند تندر تو التاتش. ماشي. بتحسه بايه؟ بالتب بتاع الفنجر. مهمه دي قوي، مهمه، اكتر كلمه مهمه في الدرس ديت ان انت تحس السويلنج او البين هنا بالتب بتاع الفنجر. مهمه قوي بالتب بتاع الفنجر، وهقول لك ليه دلوقتي بتحس بالتب بتاع الفنجر. ماشي. يبقى اول ما تحط ايدك عليها هتلاقي بينفل وتندر، بتوجع. امتى بتزيد؟ امتى؟ مع المينستريشن. ليه؟ لان اثناء المينستريشن بيحصل ايه؟ زياده في الاستروجين، فالاستروجين يعلى فالريسبتور يمسك كتير ويحصل وتزيد يعني الوجع. ماشي. اند موفمنت اوف ذا ارم، ليه الكلمه؟ ليه بيحصل وجع اثناء موفمنت اوف ذا ارم؟ هقول لك ليه. لان السيست ديت او الفايبرو ادينوز ديت بتروح لللينف نود، تعمل لينف نود اللارجمين، تاثر على اللينف نود. طب لما تاثر على اللينف نود، هقول لك الاكزيلاري لينف نود، مش الاكزيلاري لينف نود، فيها حاجه اسمها اللاترال اكزيلاري لينف نود اللي موجوده في الهيومر اللي هو في عظمه العضد اللي هي الدراع. ماشي. طب لما تتحرك دراعك كده انت بتحرك الليمف نود اللي هو التندر اصلا، فانت دراعك هيوجع، هتزيد الوجع اثناء تحريك دراعك. فهي هتجيلك بشكوى تقول لك والله يا دكتور انا بحس ان ايدي بتوجعني والبريست بيوجعني. طب ايه اللي جاب ايدك في بتوجعني البريست؟ اقول لك مش الاكزيلاري لينف نود، في اكزيلاري لينف نود موجوده في ايدك، الاكزيلاري. حلو. واثناء المستريشن، لان اثناء المستريشن كله بيزيد الاستروجين ايه؟ هيزيد. ماشي. السويلنج هيحصل سويلينج. ليه؟ لان السيست تكون، والسيست دي ساعات بتكبر تكبر تكبر وتعمل سويلينج. ماشي. وساعات السويلينج ده بيبقى لوبيولر وبيبقى لوكالايز، واقول لك امتى لوبيولر وامتى لوكالايز. الاول اهم حاجه بنحس السويلينج بالتب بتاع الفنجر، بالفنجر مهم قوي، مش بالنوت بالبالم بتاع الهاند. ليه بقى بنحسه بالتب بتاع الفنجر؟ عشان السيست ده حاجه فيسيولوجيه، الفايبرانوز دي حاجه فيسيولوجيه. فانت اصلا لما تيجي تحسه بالبلم، البلم دي بتحس الحاجات الباثولوجيكال. لما السيست تكون كبير ومتضخم كده وعمل والاصنايد كبرت وفي فلويد وفي بص والحاجات ديت، هتحسه بالبلم، البلم اللي هتحسه. انما التب بتاع الفنجر، بص حتى شوف المغزى، التب بتاع الفنجر بطرف ايدك، طرف ايدك ده اللي هو بيقيس الحاجات الحساسه، بيحس الحاجات الايه؟ الحساسه. ماشي. الحاجات الحساسه اللي هي السيست اللي موجود ده، ما هو السيست ده مش ما بيبقاش كبير قوي يعني، عشان كده مش اي ست يعني بتجي لك سويلنج بيبقى كبير اثناء المستريش، لا بتبقى نقط صغيره بس تحسه بالتب بتاع الفنجر. ماشي. قلت لك اكزيلاري لينف نود مي بي اللارج اند تندر. ليه؟ قلت لك ليه؟ عشان كده بتقول لك الدايه بتوجعني. لوبيولار فورم لوكالايزد فورم، امتى تكون لوبيولار وامتى تكون لوكالايزد؟ سهل، على حسب الريسبتور بتاع الاستروجين. لو الريسبتور بتاع الاستروجين كله موجود على البريست كله يبقى لوبيولار،
موجود على البريست كله، لو لوكالايزد في حته واحده على حسب الريسبتور بتاع الاستروجين موجود فين، او على حسب الاستروجين هيعمل المشكله فين، على حسب يا عم ماشي. يبقى كده لو هو لوبيولر يبقى ديفيوز سويلنج اند كورس ماشي، ولما تيجي تحسه هيحس بحاجه شوتي سنسيشن كده امبلبيشن، هيحس بوجع جامد ماشي. ده اللوبيولر، يبقى كل البريست واجع، يبقى كل الاستروجين عمل استيميوليشن للريسبتور كله، انما لوكالايز حته واحده صغيره هتحس بنوديولر لامب بس. نوديولر ايه؟ لامب. حلو. ديستشارج، انت عارف بقى ليه بيحصل ديستشارج اصلا؟ هقول لك. مش السيست دي جمعت فلويد ماشي، وانت اصلا السيست دي حاجه مقفوله؟ اه حاجه مقفوله صح، حاجه مقفوله. طب ازاي بقى حاجه مقفوله وهتجمع ديستشارج وهتعمل ديستشارج؟ هقول لك بالراحه يا عم. الحاجه المقفوله اصلا اتقفلت ليه؟ اهي مش السيست ديت حاجه مقفوله؟ اه طب اتقفلت ليه؟ اتقفلت هنا ليه؟ اتقفلت هنا عشان ليه؟ ليه؟ قول لي سبب. الهايبر بليزيا بتاع الابسيليا. حلو. دلوقتي الست خلصت المينستريويشن وعدت اول 7 ايام، ويقول يقوم الاستروجين يروح جاي قلل اثناء اول 5 ايام من المينستريويشن، يروح جاي الاستروجين يقل. طب لما الاستروجين يقل ايه اللي هيحصل؟ مفيش ولا هايبربليزيا ولا اي حاجه هتحصل، فالهايبربليزيا اللي كانت معموله كده هتتشال، فيقوم الفلويد اللي كان متجمع هنا يروح جاي عامل ديستشارج، يطلع عن طريق الضغط يروح جاي نازل عن طريق النبل. عشان كده بيقول لك حاجه بيحصل لك ديستشارج ماشي، على حسب بقى هو جواها وايت ولا كلير ماشي. وساعات بيبقى حاجه اسمها الترد باي بلاد، يعني شويه بلاد بيبقى جرين برونش بلاك، على حسب بقى الايه الميه اللي جواها ماشي. دايجنوز، هشوف بقى الماموجرام. ليه بشوف الماموجرام؟ عشان انا قلت لك الماموجرام ده بيشوف الايه البريست كانسر. طب ايه اللي جاب البريست كانسر هنا؟ مش قلت لك في 1% اصلا بيعمل حاجه اسمها بابيلوموتس، وانا خايف اللي هو بيبقى بري كانسر. اه يبقى لازم تعمل ماموجرام ولازم تعمل بايوبسي ماشي. التريتمنت اول حاجه تهديها كده قول لها لا دي حاجه فيسيولوجيه يا حاج ومفيش اي حاجه ماشي ماشي. سبورتنج ذا بريست ان اليفيتد بوزيشن، يعني ارفع البريست لفوق. وانا قلت لك ليه بترفع البريست لفوق؟ اقول لك لما انت تيجي التعويره في صباعك مثلا الصغير، هل انت بتخلي ايدك نازله لتحت؟ لا ده انت بترفع صباعك لفوق عشان الوجع يخيف، فانت كده بترفع البريست لفوق عشان يخيف. طب ماشي، ما استريحتش ادي لها انت انفلاماتوري يا عم، وادي لها انت انالجيزك ماشي. حلو. هرمونال سيرو، يبقى هي احنا قلت لك في الاول في مشكلتين، اما زياده في الاستروجين فلاده في البرولاكتين، فادي لها دانازول انت استروجين 200 مللي جرام مرتين في اليوم، يبقى 2 و2 الدانازول 2 في 2 200 في 2 في يومين ماشي. البرومكريبتين ده انت برولاكتين، عشان كده بقى ما تفكرش انت برولاكتين. اه البرولاكتين لما بيعلى ساعات بيعمل الحاجات دي، وانت واخد جرعه البرومكريبتين 2.5 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمده 6 شهور ماشي ماشي. سيرجيكال انسيجن، امتى نعمل سيرجيكال انسيجن؟ لما تكون لارج سيست، وايه واللارج سيست ديت بتبقى بتعمل بابيلي، والبابيلي ممكن يكون كارسينوم. يبقى اما تكون اول حاجه تبقى لارج سيست، واللارج سيست ده يعمل بابيلي، والبابيلي دي سسبيشن للكارسينوم ماشي ماشي. بس يا عم او في ايه انتوليرانت بين، يعني بين على طول ماشي، يبقى ده الايه السيرجيكال انسيجن، بس ما بنعملوش يعني ماشي، عشان دي حاله فيسيولوجيا برضه ماشي. هناخد بقى دلوقتي كده احنا خلصنا كل حاجه لغايه التيومر ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه ناخد بقى النيبل ديس اوردر، ناخدهم؟ لا احنا خدناهم، احنا خدناهم ماشي، بس هزود لك عليهم شويه ايه ملحوظات بقى، عشان كده انا سبتهم للاخر. بص يا عم، بص بتبقى عند البيوبرتي او ليت في الليفر، يعني ممكن يكون واحد مولود باي مشكله، واحد مولود بيها او اكتسبها اي حاجه، واحد مولود بيها او كونجينيتال يبقى اتولد بيه يبقى ات بيوبرتي. تسمى سيمبل نيبل انفيرجن، انفيرجن يعني دخلت لجوه، وسيمبل عشان هي بسيط حصلت نتيجه الايه كونجينيتال. بتبقى السبب مش معروف عشان هو كونجينيتال يعني. 25% بتبقى باي لاترال، بيبقى على ناحيتين. طب 75% يوني لاترال اكيد. اتأبير هورزونتال انفيرجن برضو، بص قاعد يعيد ويزيد ماشي. بتحصل نتيجه ايه دي؟ هتسبب لها مشاكل. ايوه طبعا بريست فيدنج طبعا. طب الولد هيحط اصلا بقه في النبل ازاي؟ تمام. ممكن يحصل انفكشن. انفكشن دي بتحصل نتيجه ايه؟ اول حاجه نتيجه ريتينشن اوف السكريشن، ليه؟ اللبن رايح. طب لما اللبن يروح في اللاكت في الراس ضغط، هيلاقي النبل ريتراكتد وداخله لجوه، اللبن ده هيطلع ازاي؟ مش هيطلع ويرجع تاني، وقلت لك هيعمل حاجه اسمها ستاجنيشن ويجي له الانفكشن زي ما انا قلت لك برضه ماشي. التريتمنت طالما هو كونجينيتال سيبه.
التريتمنت از يوجوالي ان نيسيسري ماشي بيسيبه اند ذا كونديشن مي بي سبونتينوس للريزورف. ساعات بتبقى الريزورف يعني اول ما تحمل واول ما يحصل لها لاكتيشن ساعات بتبقى الريزورف بتتحل لوحدها. ليه؟ بيقول لك اثناء البريجنانسي بيحصل ايه؟ بيحصل في زياده في هرمون الاستروجين. حلو، ما هرمون الاستروجين ده اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمل اللارجمنت للبريست، ممكن يروح يعمل اللارجمنت للنبل وتخلي النبل معدوله تاني ماشي. واثناء اللاكتيش لان البرولاكتين اللي بيكون اللبن ده، اللبن ساعات ممكن تضغط على النبل وتطلعها لبره عادي. تمام تمام. بتعمل حاجه اسمها ميكانيكال ساكشن، بتجيب حاجه كده شفاط بتقعد تشفط ماشي. ميكانيكال ايه ساكشن، ميكانيكال ساكشن ديت ديفايس، دي جهاز بنقول لست تمسك الجهاز ديت وتقعد ايه تشد النبل، تشده كده تشده لغايه ايه ما يطلع لبره، فاهم يعني. تاني حاجه بيقول لك بنعمل سيمبل ايه كوزموتيك سيرجر كده، بنخش بالسيرجر كده نعمل ايه، بنعمل كوريكشن في الحاجات دي كلها ماشي. لا اما ميكانيكال بندي لها جهاز كده نشده، لا اما سيبه هو هيخف لوحده، لا اما بقى ما نفعش ده كله نخش سيرجر ماشي. ريسنت سهل، ممكن تكون هي اكتسبته نتيجه الباثولوجيكال سيجنال وانا مش هتكلم عليه، والله ما هتكلم عليه. ليه؟ اول حاجه بتبقى سليت لايت وسيركم فيرنشيال. سليت لايت ده يعني خط، سيركم فيرنشيال ديت هناخدها ان شاء الله في البريست كانسر بتعمل زي دايره كده. حلو حلو، امتى خدنا السليت لايت؟ في الدكتاكتيزي، وزود هو الكتاب مزود حاجه اسمها الكرونيك ماستايتس. تمام يا عم مش مهم، سامع حاجه الدكتاكتيزي. تمام، سيركم فيرنشيال ديت هناخدها ان شاء الله في الايه، في الكارسينوم. بس التريتمنت عالج الكوز، لو هو كارسينوما شيلها، لو هو دكتاكتيزي عالج الدكتاكتيزي، لو هو كرونيك ماستايتس عالج. بس النبل ديستشارج ده فلويد، بص بقى النبل ديستشارج ريليز فلويد فروم ذا نبل، بس ما زود كتاب ما كملش. ما هو ماشي، طب ما الملك بينزل اثناء اللاكتيشن، طب ما ده هيبقى ده نبل ديستشارج؟ لا يا عم، بيقول لك النبل ديستشارج او في الديس اوردر بتاع الديستشارج بيبقى ديستشارج مش في اوقات اللاكتيشن، مش في اوقات اللاكتيشن او مش في اوقات البريجنانسي. تمام، يعني اهم حاجه الديستشارج ده بينزل مش في اوقات اللاكتيشن، ما هو الاساس اوقات اللاكتيشن ده طبيعي اصلا اللي هو ينزل ماشي. ده موست كومون ديزيز. النبل ديستشارج بقى بيتقسم على حاجتين، سبونتينوس على هو مستمر ولا متقطع. مستمر يعني بينزل يعني ايه مستمر؟ سبونتينوس يعني بينزل من غير ما اعصر البريست، ولا اكسبريشن يعني بينزل ولازم اعصر البريست. يلا يبقى اول سؤال لازم تساله، يبقى دي بقى دي اسئله اللي انت هتسالها للهيستوري، هتقول لها هو بينزل لما لا انت هتشوفه بقى هتعصره، نزل وهو بيعصر وانت بتعصره يبقى ده اكسبريشن. طب وهو بينزل سبونتينوس؟ لا ده بينزل سبونتينوس ده يبقى مرض. طب لو بينزل اكسبريشن ده يبقى مرض تاني، فاهم يعني؟ سبونتينوس بينزل من غير ما اعصره ماشي كام. طب لو ايه اكسبريشن؟ بينزل اثناء العصر بس يا عم ماشي. طب النمبر بتاع الضغط انت عارف ايه؟ طب كم عدد هو بينزل من ضغط واحده ولا من كذا ضغط؟ ايه ممكن انت عارف ان الضغط بتاعت في الاناتوم ان هي من 5 من 5 ل 20 ضغط بتفتح في النبل في كل بريست. تمام، فانت تساله هو يونو ضغطل ولا مالتي ضغطل، يعني هو بينزل من ضغط واحده ولا من كذا ضغط؟ بتبان خلي بالك هو بينزل. تمام، لاترال يوني لاترال ولا باي لاترال، يبقى هو جاي من بريست يوني لاترال ولا باي لاترال من الاثنين. تمام، الكلر بتاعته بيبقى يلو ولا ميلك ولا جراون ولا برين ولا الحاجات دي ولا بلاد ستاند والكلام ده كله. فيسيولوجيكال نيبل تشينج سهل، ديستشارج اوف فلويد من نورمال بريست ايرز فير تو فيسيولوجيكال ايه ديستشارج. فيسيولوجيكال ديستشارج بقى اللي هو ايه؟ ساعات بيبقى يلو ميلك جرين ابيرنس ماشي، دازنت اوكور سبونتينوس. ركز بقى عشان الفيسيولوجيكال نيبل ديستشارج ده اللي هو اثناء اللاكتيشن ماشي، بينزل ساعات بيبقى يلو وميلك وساعات بيبقى جرين ابيرنس، ده بتبقى الوان طبيعيه عادي ماشي. ركز بقى في الحاجات اللي احنا قلناها فوق اللي هو سبونتينوس وبايلاترال وكده، هناخد خصائص الفيسيولوجيكال وخصائص الابنورماليتي. خصائص الفيسيولوجيكال اول حاجه مش سبونتينوس، يعني اكسبريشن يعني لازم ينزل لما عصره. طب برضه مش فاهم، هقول لك بالراحه يا عم. وانت لما الست تيجي تعمل لاكتيشن مش لازم، هو الست لما تيجي تعمل لاكتيشن اللبن بينزل لوحده ولا لازم الساكنج بتاع البيبي؟ اهو الساكنج لازم اعصر البيبي، لازم يعصر النبل عشان ينزل البريست عشان ينزل اللبن اهي. يبقى مش بوست سبونتينوس ماشي. اورجينيت فروم مور ذان دكت صح، لازم تيجي من كذا دكت الفيسيولوجيكال. ليه؟ لان الفيسيولوجيكال ديت من اللي بيتحكم فيها هرمونات. طب والهرمونات هتروح تشغل ضغط وتسيب الثانيه؟ لا، هتشغل كل الضغطات عشان ينزل لبن من كل الضغطات. فكر كده فكر ماشي. انما لو باثولوجي، الباثولوجي بيجي في ضغط واحد ماشي، ده لو باثولوجي بيجي في ضغط واحد. حلو،
اهي يا عم، بيبقى نورمال ديورنج البريجنانس اند البريست ايه بريست فيدنج، ماشي. ده النورم، بيبقى اهم حاجه مش سبونتينوس، واهم حاجه بيبقى مور ذان داكت، مهم قوي ماشي، وبيبقى باي لاترال، خلي بالك مش يونو لاترال ماشي. طب النيبل ديشارج اللي هي الابنورمال، الابنورمال بقى بيقول لك مش ريليتد للبرجنانس ولا البريست فيدنج ماشي حلو. تبقى ايه بقى؟ اكس بتبقى جايه من بناين او مالجنت، تبقى اهم حاجه يوني لاترال. ليه؟ لان الباثولوجي بيروح لبريست واحد ماشي، انما لو فيسيولوجيكال الهرمونات هتروح للبريستين، ده الطبيعي يعني، انما لو الباثولوجي بتروح لحته واحده ماشي، بتجيب وان دكت بس، لان الباثولوجي بيروح لدكت واحده، انما لو فيسيولوجيكال الهرمونات الريسبتور موجوده على كل الدكتات ماشي. بيقول لك بتبقى فيها بتبقى كلير او بلاد ستاند، مهمه دي، بتبقى بلاد ستاند يعني عشان في ايه، في بيقول لك بتبقى مصاحبه بلمب السريشن إيه انفيرجن، وفي النيبل اي حاجه يعني، بيبقى مصاحبه بديزيز تاني يعني ماشي ماشي. إيه الاسباب؟ يلا داكتاكتيزيا، وانت واخدها وانت واخدها داكتاكتيزيا واخدها، هتقرا بناين كونديشن زير از انلارجمنت في الميلك داكت، ليه؟ عشان في فايبروس شد الميلك داكت ماشي، نتيجه انفلاميشن في الول اهي. ات اوكور ان وومن افتر منوبوز، بتحصل نتيجه ايه؟ زود الكلمه دي، افتر منوبوز ماشي. الديسشارج سوالي بايلاترال، وبيبقى لي يلو وكلي وجريم، ما انت واخدها في الداكتاكتيزيا ماشي. الرايز فروم مالتيبل داكت، بيبقى جاي من مالتيبل داكت، ركز، ما انت واخدها برضه، لان ساعات الانفلاميشن بيحصل في كذا داكت، والداكت يحصل لها دايليشن وينزل في كذا داكت. ان موست كيز نو تريتمنت از ريكواير ماشي يا عم، او عالج الداكت اكتيزي احسن. داكت بابلوما، انت تاخد داكت بابلوما ديت، هي بناين تيومر. طب البناين تيومر دي اهي داكت بابلوما، بتبقى اولوز بناين، بتبقى ساعات رير، بتقلب ايه كارسينوم. واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه، والسؤال اللي هيجي لو هيجي لك في الداكت بابلوما، هي دي بلاد ستين، وهي اشهر مرض بيحصل فيها بلاد ستين، بلاد ستين ديسشارج. يلا داكت بابلوم، اكتب كده بلاد ستين ديسشارج، يبقى داكت بابلوم، ده اللي انا عايزك تعرفه ماشي. نيبل اكزيما، الاكزيما اللي احنا خدناها فين؟ في الـ في الـ في الجراح في الـ في اسمها دي في الجلديه، ساعات بتعمل نيبل ديسشارج. طب هعالجها ازاي؟ عالج الاكزيما بس يا عم. البريست كانسر، هتاخد ان البريست كانسر بيعمل نيبل ديسشارج، وبيبقى مصاحب بلامب، وبيبقى انفيرتد نيبل، عشان اي حاجه بتعمل انفيرشن للنيبل كده كده انا بشك ان هي كانسر، فعشان كده بعمل بيوبس وبعمل اكسجين. فاكر في اي مرض اللي فات ماشي. بيبقى اول حاجه البريست كانسر، بيقول لك كوز نيبل ديسشارج از لايكلي تو بي ايرلي انفيزيف، لو حصل ديسشارج بيحصل في الايرلي كانسر، انما في الادفانس كانسر ما بيحصلش. اقول لك ليه؟ لان الايرلي كانسر بيحصل فيه انفيجن، بيخترق الخلايا، بيخترق الضغط، لما يخترق الضغط ممكن يكسر يخرم ضغط او حاجه، فالضغط دي تسرب الديسشارج بتاعت، انما ماشي، انما بقى في الـ في الـ في الادفانس بريس كانسر ما بيحصلش ديسشارج، عشان الورم بقى يكون خلاص خد موضوعه وخد مكانه 100 100، فليه هيحصل ديسشارج؟ تمام. الباك ديزيز، الباك ديزيز ده بيبقى كارسينوما انسايتو ماشي، هتاخدها في الباك ديزيز كارسينوما انسايتو، ساعات بيعمل داكت، وبيبقى بلاد ستيند زي الداكت اكتيزيا، بس الداكت اكتيزيا زي الداكت بابلوم ماشي، بس الداكت بابلوم اشهر يعني، وبتعمل نيفل السريشن وايروج السريشن اهو، فهيعمل بلاد. هرمونال كوز، هرمونال كوز ديت زياده في ده مرض اسمه الهايبر بلوراكتينيمي، الهرمونال كوز ده هو بيزود برودكشن اوف الايه البرولاكتين، ابنورمال برودكشن اوف البرولاكتين، بيبقى جاي ولا زياده في البروكتين، ولا هي حامل ولا هي لاكتيشن ماشي. الدراج، بيقول لك الدراج اللي بتسببها الاورال كونتراسيبتيف بيل، الاورال كونتراسيبتيف بيل ديت الميكانيزم بتاعها اللي هي بتلخبط هرمونات، اهم حاجه اعرف بس انها بتلخبط هرمونات وبتعمل ديزتشارج تمام. الميديكيشن بتاع النوزيا والديبريشن والسايكاتريك والحاجات دي كلها بتبقى دوبامين انتاجونيست، ولما نديها دوبامين انتاجونيست، ما الديبريشن والنوزيا والسايكاتريك دي بنديلها دوبامين انتاجونيست، طب لما الدوبامين انتاجونيست لما الدوبامين يقل، فمين اللي هيزيد؟ البرولاكتين، ويحصل برولاكتينيميا وينزل ديسشارج ماشي. الكوكايين، الحاجات المنشطه ديت واي حاجه زيها يعني بتعمل برولاكتين ليفل هاي، بيعمل هاي برولاكتين ليفل. المانجمنت، المانجمنت اول حاجه ممكن يكون فيسيولوجيكال ديسشارج عادي مالهوش علاج، عشان ده فيسيولوجيكال تمام. اول حاجه بس لازم اول حاجه لما تلاقي ديسشارج لازم بس تتاكد ان هو مش كارسينوم. بيقول لك باي اوكلت بلاد تيست اند سايتولوجي، بتشوف الحاجات اللي تشارج اللي طالع ديت، بتعمل اوكلت بلاد تيست اللي هو البنزين تيست، حاجه اسمها البنزين تيست دي، بتعرف ان البلاد ده جاي منين تمام، اند سايتولوجي تمام. سمبل ريشور، انت هتريحها بقى تقول لها مفيش حاجه، ده انت عشان بس بترضعي، ولا انت بس عشان بريجنانسي ولا حاجه، وبعدين تعمل لها سكويزنج للفلويد ده وايه وخلاص.
ايه في الديسشارج بروفنج، لا هو بقى خلاص بقى قاعد ينزل ما بيقفش، لا خلاص ده انت تعمل اوبريشن بقى وخلاص. ماشي ماشي. طب السبونتينوس بيرزيستنت نيبل ديسشارج، يعني لو بينزل نيبل ديسشارج بقى، مش ولا هي بريجنانسي ولا لاكتيشن، اول حاجه تعمل كلينيكال اكزامينيشن، تعمل ماموجرام وبريست الترا ساوند، تعمل حاجه اسمها سيتولوجي عشان تشوف الديسشارج، تعمل فايند نيدل بايوبسي. ليه ده كله؟ عشان اتاكد اول حاجه اللي هي مش بريجنانسي، ثم اتاكدت يلا شيل اسمي سيرجري. بتتعمل امتى؟ لو انت عرفت ان هي بريجنانس او ضغط بابلوم، ضغط بابلوم لا بناين تيومر ممكن يقلب مانيجنانت فتشيله احسن. ماشي اهي الضغط بابلوم اهي بلادي ستين ديسشارج، اكد عليها تاني اهو. ماشي البروسيدجر بقى بتشيلها ازاي؟ ركز بقى الضغط بابلوم دي بتشيلها ازاي. اول حاجه حاجه اسمها المايكرو ديس كيكتومي، مايكرو ديس كيكتومي. المفروض مايكرو داكتكتومي، المفروض اصلا مايكرو داكتكتومي يعني اشيل الضغط، مايكرو داكت يعني بشيل ضغط واحده اللي حصل فيها ماي اسمها ايه الورم اسمه ايه ضغط بابلوما، يعني الضغط الواحده حصل فيها بابلوم. ماشي فالمفروض يكتب لي مايكرو عشان هي ضغط. طب ديس كيكتومي ديت ايه؟ ديس كيك از ديس كيكتومي ديت المفروض يكتبها داكتكتومي، لا ديسكيكتومي ديت يعني ضغط بس باللاتين. فهو الكتاب حب ايه يلعب عليك شويه، بيقول لك ديسكيكتومي ديت يعني ايه ضغط بس باللاتين، هشيل سمول ضغط بس، يعني اروح جاي شال السمول ضغط ودي وخلاص. انكلود ذا انتاير ضغط زين ذا ضغط از اكسايز، والضغط ده هتلاقيه فين؟ البابلوما ديت الورم ده هتلاقيه فين؟ يعني بيقول لك ايه 4 ل 5 سنتي تحت ايه النبل اوروفيس. ماشي ماشي. حاجه اسمها عمك هادي الفيلد ايه بروسيدجر عمل بتاع، فاكره فين بقى؟ لو انت جالها الهادي الفيلد بروسيدجر ديت، ها في الهادي الفيلد بروسيدجر ده بيعمل ايه؟ في الضغط بابلوما، فاكر الضغط اكتيزيا، في الضغط اكتيزيا. ماشي اهو عشان كده بيقول لك الميجور ضغط اكسجين، الميجور ضغط هم اللي هيتشالوا. ليه؟ لان الضغط اكتيزيا ديت بتحصل ايه؟ الميجور ضغط اكتيزيا قلت لك قصدي الضغط اكتيزيا بيحصل انفلاميشن فين؟ لازم شرط في الميجور ضغط، عشان كده بيقول لك ايه؟ هشيل الميجور ضغط. ماشي في الاول سب اوريال ضغط قلت لك بقى بيخشوا اهو عشان بس تفهم العمليه دي، بيخش يفتح فتح حول الاريور اهي بري اريورال انسيجن، اروح جاي شايل الاريا والنبل واخش الاقي الميجور ضغط كده موجودين قدامي، اروح جاي شايلهم، شايلهم لحد فين؟ شايلهم كلهم لحد ما اوصل للبيز بتاع البيكتورال فش، بس احوط جوه اخش جوه اخش جوه لغايه ما اوصل للبيكتورال فش بس، وبعدين اركب النبل تاني والاريولا. ماشي بس ممكن تقول للعيان دلوقتي ان انت مش هتعرفه ترضعه تاني. ليه؟ اصل يا ابني انا شلت الاريولا وشلت الميجور ضغط، كل الميجور ضغط شلتهم، فالملك هيودي فين؟ تمام. وساعات هتحس بايه؟ بولدر النيبل سنسيشن كده، هتحس ان هو بيوجعك شويه والحاجات دي كلها، ماشي بسبب العمليه يعني. فده اسمه عمك هادي الفيلد بروسيدجر. فكده احنا خلصنا كل حاجه، ما فاضلناش دلوقتي بقى الا الايه؟ الا الكانسر وخلاص.